السلام عليكم. انا حابب ان انا اتكلم شوية عن النتورك اوتوميشن. في الحقيقة يعني ايه كلمة نتورك اوتوميشن وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها؟ في الحقيقة بداية الموضوع ان احنا خلينا نتخيل ان كل جهاز عندنا في النتورك مكون من 3 layers. في عندنا حاجة اسمها المانجمنت بلان، في عندنا حاجة اسمها الداتا بلان، وفي عندنا الكنترول بلان. في الحقيقة المانجمنت بلان هي الوسيلة اللي أنا بدخل بيها على الكونفيجريشن بتاع الديفايس، وبقدر إن أنا أوجه له مجموعة من الكوماندز، قد تكون عن طريق الكونسول، قد تكون عن طريق التلنت، قد تكون عن طريق الاس اس اتش. بس في الحقيقة أنا بروح أدخل على كل جهاز بشكل منفصل وأبدأ إن أنا أنفذ التعامل بتاعي معاه، ممكن عن طريق كوماند لاين انترفيس بوصل له عن طريق الاس اس اتش او التلنت، او عن طريق جرافيكال يوزر انترفيس بوصل له عن طريق الاتش تي تي بي او الاتش تي تي بي اس. في الحقيقة بعد ما بعمل او بوصل لي او بدخل على الديفايس من خلال المانجمنت بلان، ببدا ان انا اتعامل مع الكنترول بلان، وهو ان انا اعلمه ازاي يتعامل براوتنج بروتوكول معين او بلاير 2 بروتوكول معين زي السبانينج تري، او اكونفيجر حاجه زي الترانك، او اكونفيجر حاجه زي الفيلان. في الحقيقه الكنترول بلان بعد كده بتتحول للدماغ او البرين بتاع الديفايس. نتيجة للكلام اللي أنا قلته للدماغ بتاع الديفايس ده، هو بيبدأ إن هو يوجه الداتا في مسارات معينة. توجيه الداتا ده بيتم عن طريق الداتا بلان. لو عندي عدد كبير من الأجهزة أنا بحاول إن أنا أعمل له كونفيجريشن، يبقى أنا كده بواجه مشكلتين. المشكلة الأولانية إن عايز أدخل على المانجمنت بلان بتاعت كل ديفايس، يا اما عن طريق ان هعمل اس اس اتش لكل ديفايس، او تلنت لكل ديفايس، او اتش تي تي بي كونكشن، او اتش تي بي اس كونكشن، وبعد كده هبدا على كل ديفايس اعلمه ازاي يفكر في الكنترول بلان الخاصه بيه. نتيجه ده كله هيبدا الديفايس ينفذ اوامري ويوجه البيانات عن طريق الداتا بلان. في الحقيقه كل ما كبر العدد بتاع الاجهزه في الشبكه، كل ما ده اصبح بالنسبه لي تشالنج، واصبح بالنسبه لي ان في هنا مشكله انا عايز احلها. في الحقيقه تم التفكير في حاجه زي الاس دي ان، سوفت وير ديفايند نتورك، وكان الموديل الرئيسي في السوفت وير ديفايند نتورك هو ان احنا هناخد الكنترول بلان بتاع كل ديفايس ونحطه جوه سنترال كنترولر. سنترال كنترولر ده ممكن يكون عباره عن فيزيكال سيرفر او فيرتشوال ماشين، ولما نعوز نعمل الكونفيجريشن مش هندخل على الكنترول بلان بتاعت كل ديفايس ونديلها الكوماندز بتاعتنا، لا، احنا هندخل على الكنترولر نديله اوامرنا اللي هو هيقدر بلغه معينه يوصلها للديفايسز. ومن هنا قال لك ان الاس دي ان بيعتمد على ان بدل ما كل ديفايس كان مكون من 3 لايرز، مانجمنت بلان، كنترول بلان، وداتا بلان، قال لك بص بالنسبه للمانجمنت بلان خلاص احنا مش هنتعامل مع كل ديفايس لوحده، احنا هنتعامل مع الكنترولر. الكنترولر يا اما هيكون ليه جرافيكال يوزر انترفيس، يا اما هبعت له اوامر برمجيه عن طريق حاجه اسمها الاي بي اي او الابلكيشن بروجرامبل انترفيس. والكنترول بلان انا مش هحتاج ان انا ادخل على كل سويتش او كل راوتر عندي وكونفيجر عليه البروتوكولز اللي هتوجه البيانات، لا، انا هدي الاوامر بتاعتي برضو للكنترولر، والكنترولر هو اللي هيبعت لي الديفايسز اللي موجوده عندي في الشبكه ازاي توجه البيانات. كل ديفايس هيظل محتاج حاجة واحدة بس، إن كل ديفايس حر في الانترفيسز بتاعته، والانترفيسز ممكن أنواعها وأسمائها ما بتكونش واحدة، فكل ديفايس هيخرج البيانات وفقا للأوامر بتاعة الكنترولر بالديتا بلان بتاعته هو. يبقى أصبح كل الديفايسز بتاعة النتورك
كل واحد ليه الداتا بلان بتاعته، لكن انا عندي سنجل مانجمنت بلان بحاول ان انا اكسس عليها عشان اوصل لها الاوامر بتاعتي، وفي نفس الوقت عندي سنجل برين للنتورك كلها بيفكر وبعد كده يدي اوامر تحريك البيانات للداتا بلان بتاعت كل ديفايس. في الحقيقة فضل الموديل ده سائد لفترة كبيرة جدا، وبدأت تظهر انواع من الاس دي ان كنترولرز اوبن سورس زي الاوبن داي لايت او الاو دي ال اللي خدته سيسكو وعملت اول اس دي ان كنترولر ليها كوميرشال بانها طورت الفيتشرز بتاعه الاوبن داي لايت وخلت يبقى ليها الكنترولر الخاص بيها واللي باعته بشكل كوميرشال، بس هي وقفت دلوقتي انتاج. هل سيسكو ما عدتش بتستخدم الموديل بتاع الاس دي ان؟ الاجابه لا، الاجابه لسه سيسكو بتستخدم الموديل بتاعت الاس دي ان، بس هو قال لك حاجه، قال لك بص احنا هنعتمد على ان المانجمنت بلان متركزه في كنترولر، بس هنرجع تاني الكنترول بلان للديفايسز، بس انا هحل لك مشكله الكونفيجريشن، ان انت هتروح تعمل الكونفيجريشن على كنترولر، والكنترولر عن طريق حاجه اسمها الانتنت بيست بيحول الكونفيجريشن بتاعك لبوليسيز بيبعتها للديفايسز اللي كل كنترول بلان جوه الديفايس بتعمل لها بروسيس وتفورورد البيانات في الداتا بلان بتاعتها على اساس البوليسي دي. وبدات سيسكو تقول انا لو انت عايز تنفذ الاس دي ان بالبرودكتس بتاعتنا على البرودكتس بتاعت الداتا سنتر فهيبقى في عندك الاي سي اي كنترولر او الابلكيشن سنتريك انترفيس. لو انت عايز تنفذ الموديل بتاع الاس دي ان على الكامبوس نتورك او الشبكات، مثلا عندي جامعه مثلا فيها مجموعه من سويتشز وعايز ابدا ان انا اعمل لها مونيتورنج بشكل سنتر كونفيجريشن بشكل سنترال، هنستخدم حاجه اسمها الديجيتال نتورك اركتكتشر او الدي ان اي سنتر. طيب في المقابل الكنترولرز دي عشان تشتريها انت بتدفع فلوس كتيره جدا ولايسنس كتيره جدا. طيب هل لو انا عندي شركه فيها 20 سويتش مثلا وعايز انفذ الفكر بتاع ان يبقى في عندي كنترولر يبعت الاوامر للنتورك ديفايسز من غير ما انا اضطر ان انا ادخل على كل ديفايس، هل ده ممكن؟ الاجابه ممكن. طب ممكن ازاي؟ هنا بقى يجي الكلام على النتورك اوتوميشن. شوف احنا هنعمل حاجه تشبه الموديل بتاع الاس دي ان. انا هجيب جهاز سي انه انسب اوبريتنج سيستم لتطبيق الفكره هو لينكس، فانا هجيب جهاز عليه سنتس اوبريتنج سيستم اوبن سورس من غير لايسنس، او هجيب جهاز مثلا عليه ويندوز بس هيبقى فيه لايسنس، عشان كده احنا بنميل دايما للويندوز، او اجيب جهاز عليه ماك او اس، بس علشان كل تقريبا التقنيات تشتغل معايا فانا هركز على لينكس. يبقى انا هجيب جهاز، الجهاز ده ممكن يكون فيرتشوال وممكن يكون جهاز فيزيكال، وهبدا ان انا اسميه الكنترولر. بس الفكرة تاني، هل عايز تلجا لي الموديل بتاع الاس دي ان اللي بيقول لك ان في سنترال برين، سنترال برين سوري، هتبرمجه تبعت له كونفيجريشن وهو يبوش الكونفيجريشن للنتورك ديفايسز؟ يبقى انت كده عندك الامكانيه انك تشتري كنترولر زي الدي ان اي سنتر. لما تشتري الدي ان اي سنتر انت ممكن تتعامل معاه من خلال الجرافيكال يوزر انترفيس بتاعه، وممكن تبعت له كومنتس بستراكشر معين يفهمها، كومنتس برمجيه. في كلا الاحوال الدي ان اي سنتر هياخد اللي انت هتبعته له ويدي الكونفيجريشن ويجيت الانفورميشن عنده، وانت بدل ما تكلم كل ديفايس في الشبكه هتكلم بس الدي ان اي كنترولر. ده موديل ممكن ان انت تشتغل بيه. في المقابل انا ما عنديش امكانيه ان انا اشتغل بالفكر ده، خلاص ما فيش مشكله، انا عندي مجموعه من الديفايسز انا عايز ابوش الكونفيجريشن ليهم كلهم
وجيت انفورميشن منهم كلهم. في الحقيقة انت كده هتتعامل بالفكر التاني في موضوع ان يبقى عندك كنترولر في النتورك، وهو انك انت هتروح تكلم كل ديفايس، بس بدل ما تعمل الريدندنت تاسكس اللي انت عايز تعملها على السويتش الاولاني والسويتش التاني والسويتش التالت والسويتش الرابع، تروح على كل واحد تعملها. انت هيبقى عندك جهاز، الجهاز ده بتكتب عليه كود، الكود ده بتبدأ انك تبعته بوسيلة ما، ممكن تبعته بالتلنت، طب التلنت غير آمن، ممكن ابعته بالاس اس اتش. طيب مفيش حاجة ستاندرد كل الديفايسز تقدر ان هي تشتغل بيها، ممكن تبعت الاوامر بتاعتك دي عن طريق حاجة اسمها الريست اي بي اي، والريست اي بي اي هنا هو كلاينت سيرفر ابلكيشن، كأنك بالظبط داخل بتشوف ويب سايت، فانت هتعتمد على فكره انك بتبعت اتش تي تي بي ريكوست، بس الافضل ان بدل ما ابعت اتش تي تي بي ريكوست ابعت اتش تي تي بي اس ريكوست، يا اما ان انا عايز ابعت انفورميشن بوست او اقرا انفورميشن جيت او احذف كونفيجريشن ديليت او اغير في كونفيجريشن اعمل موديفاي. في الحقيقة العمليات الرئيسية دي احنا بنسميها الكرود، كريت ريد ابديت ديليت، بيضمنها لك الريست اي بي اي بشكل كل الفندرز حاليا بيخلوا الاجهزة بتاعتهم الجديدة تسبورت الريست اي بي اي. باقي اني ازاي ابعت الاوامر بتاعتي لكل ديفايس، يا اما عن طريق الاس اس اتش يا اما عن طريق الريست اي بي اي. خلينا استبعد التلنت، ال اس اس اتش انكريبتد سيشن، الريست اي بي اي هستخدم ال اتش تي تي بي اس فيبقى انكريبتد سيشن. هتبدا تبقى عندك طرق، البايثون هنا هو اللغه الوسيطه، انت ممكن تعمل السكريبت بتاعك بالبايثون، ويا اما هتوصل للديفايس وتبرمجه عن طريق ال اس اس اتش، يا اما هتوصل للديفايس وتبرمجه عن طريق الريست اي بي اي. بس الفكره هنا انك تقدر تعمل ده على مجموعه من الديفايسز، هتكونكت بالديفايس الاولاني والديفايس الثاني والديفايس الثالث والديفايس الرابع، بس هتكونكت بكل ديفايس على حده، بس عشان هي خطوات مكتوبه في سكريبت فانت بتكتب السكريبت مره واحده وبيتنفذ عدد كبير من المرات، بتضمن ان الهيومن ميستيكس ما تحصلش كتير، وان الريدندنت تاسكس تتنفذ بسرعه على اكتر من جهاز. طيب لو انا مش عايز اكلم كل جهاز لوحده، هترجع تاني لفكره ان ممكن عن طريق البايثون برضو تكلم كنترولر، يعني الدي ان اي سنتر انت ممكن تتعامل معاه بالبايثون والريست اي بي اي، وهو هياخد اوامرك يحولها البوليسي يبعتها هو للديفايسز، انت هتبقى بره الموضوع، يبقى انت كلمت ديفايس واحد. لكن لو متوفرليش موضوع الكنترولر، انا ممكن اكلم ديفايس ديفايس بس بشكل ما يجهدنيش زي زمان، مش هدخل على الكوماند لاين انترفيس بتاع الجهاز الاولاني واكتب، بتاع الجهاز التاني واكتب، بتاع الجهاز التالت واكتب، لا انا هعمل سكريبت وهخليه يتطبق عليهم كلهم وهبعته بوسيله مؤمنه الاس اس اتش او الاتش تي تي بي اس. في الواقع فكره الكنترولر لسه محصرانه. طب لو انا عايز ارتب الشغل بتاعي على هيئة تاسكس، الأول أنا هعمل الكونفيجريشن الفلاني ده على مجموعة الأجهزة، التاسك ده مر بسلام هتنقل التاسك اللي بعده في كونفيجريشن تاني عايز يتطبق على بقية الأجهزة. لو الكونفيجريشن ده في خطوة منه ما اتطبقتش، أنا عايز يحصل رول باك، ما يتنفذش التاسك التاني، التاسك الأولاني يتنفذ لكن التاسك التاني ما يتنفذش، وفي النهاية عايز حاجة تعمل لي ريبورتنج تقول لي مين التاسكس اللي اتنفذت ومين التاسكس اللي ما اتنفذتش. هل ده ينفع وينفع باوبن سورس؟ ينفع عن طريق الانسبل. يبقى انت تقدر الكونفيجريشن بتاعك اللي هتطبقه على مجموعه من الاجهزه تقسمه لتاسكس، والتاسكس دي هتبقى كلها متخزنه في حاجه اسمها بلاي بوك، والبلاي بوك ده بيتطبق على مجموعه من الاجهزه متعرفين فيه انفنتوري فايلز. يبقى انا هكرييت الانفنتوري فايل اللي هقول فيه ان انا عندي كور سويتشز، ايه الكور سويتشز؟ واحد اتنين تلاته، انا عندي
ديستريبيوشن سويتشز. ايه الديستريبيوشن سويتشز؟ واحد اثنين ثلاثة. انا عندي الاكسس سويتشز، ايه الاكسس سويتشز؟ واحد اثنين ثلاثة. واقدر عن طريق البلاي بوك والانفنتوري فايل ان انا اقول ان مجموعة التاسكس دي انا هحطها في بلاي بوك، والبلاي بوك ده هيتنفذ على الكور سويتشز بس، وفي كونفيجريشن تاني هيتنفذ على الاكسس سويتشز بس او ديستريبيوشن سويتشز بس. برضو انت هنا بتحتاج لي ستيشن عليها الانجن بتاعت الانسبل، ودي يعني يا اما هتكون ماك او اس يا اما هتكون لينكس. طب لو انا عندي ويندوز هتنزل اللينكس على فيرتشوال ماشين وتنزل عليه الانسبل، وبرضو تبقى المانجمنت ستيشن بتاعتك لينكس 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 لينكس. اوتوميشن يكافئ لينكس. يبقى خلينا نقول ببساطه ان فكره النتورك اوتوميشن هو ان الريدندنت تاسكس انا ببص لها لاني عايز اقلل التايم اللي بتاخده، وعايز اقلل الهيومن ميستيكس اللي بتاخده. ده ممكن يتم عن طريق حاجتين، يا اما ان انا هبعت السكريبت بتاعي لكنترولر، والكنترولر ده كل الديفايسز بتاعت الشبكه عامله ريجستريشن فيه، وهو هيرمي عليهم الكونفيجريشن بحاجه بنسميها الزيرو داي كونفيجريشن او الزيرو تاتش بروفيجننج. الديفايس بتجيبه جديد بتحطه في النتورك، الكنترولر انت مديله الكود اللي هينفذه، الكنترولر اول ما يلاقي الديفايس موجود يقوم رايح رامي الكونفيجريشن عليه وخلصنا. او ان انا ما عنديش كنترولر، فهبدا ان انا يبقى عندي كنترولر للكود اللي هو الجهاز اللي شغال عليه البايثون، اللي شغال عليه الانسبل. الجهاز ده عايز طريقه يكلم بيها الاجهزه كلها اللي في الشبكه، لان ما فيش كنترولر بياخد من الجهاز ده ويدي للاجهزه. خلاص يبقى انا هشيل الكنترولر، ويبقى الجهاز بتاعي اللي بعمل عليه السكريبت هو الكنترولر، والاجهزه بتاعت الشبكه هتستلم منه دايركت. ساعتها انت عايز توصل السكريبت بتاعك بشكل مؤمن. لو عايز السكريبت بتاعك يوصل بشكل سنجل تاسك، انت ممكن تستخدم البايثون دايركت، وعن طريق لايبراريز معينه في البايثون زي النيت ميكو زي الباراميكو تقدر انك تبعت الكود بتاعك مؤمن انسايد اس اس اتش سيشن. يبعت السويتش الاولاني ويتنفذ، بعدين السويتش الثاني ويتنفذ، بعدين السويتش الثالث ويتنفذ، وهكذا. طب لو انا بعمل كود كبير قوي وعايز اقسمه لتاسكس واتاكد ان كل تاسك لوحده بشكل مستقل اتنفذ، انا كده عايز حاجه اسمها كونفيجريشن مانجمنت سيستم. هنا بيجي دور الانسبل. نفس الجهاز اللي انت كنت بتعمل عليه السكريبت بتاع البايثون هتستخدمه، هو الجهاز بتاع لينكس نفسه هتستخدمه في انه هو يبقى اللي عليه الانسبل، بتعمل عليه الشغل بتاعك والبلاي بوك، وبتعرف الديفايسز بتاعتك على انفنتوري فايل، وبتبدا تقول له انا عايزك الاول تعمل التاسك الاولاني اللي بتضمن دول، وبعدين لما يخلص بحمد الله تبدا تفكر في التاسك الثاني اللي هيتنفذ على دول، بعدين لما يخلص بحمد الله التاسك الثالث، وبعدين في الاخر تقول لي ريبورت ايه اللي اتنفذ وايه اللي ما اتنفذش، ايه اللي اتغير وايه اللي ما اتغيرش. انا ممكن اعمل حاجه زي دي بالانسبل. يبقى اذا في النهايه انا لما اجي افكر في نتورك اوتوميشن فكر في حاجتين الاول. هو انت هتكلم كنترولر زي الدي ان اي سنتر، وبعدين تبعت من الدي ان اي سنتر الحاجات اللي انت قلت له يعملها هو هيبعتها للديفايسز. يبقى انت كده محتاج تكونكت بس الدي ان اي سنتر او بالاي سي اي، ولا انت ما عندكش اس دي ان كنترولر فمضطر انك تتعامل مع ديفايس ديفايس، بس مش عايز تروح على كل ديفايس وتكتب وبعدين تروح على التاني وتكتب. فانت في الحاله دي يا اما هتبعت الكود بتاعك بالبايثون او هتبعت الكود بتاعك بالانسبل. بس لو عايز اقسم الكود بتاعي وهو بيتبعت لكل ديفايس لتاسكس، التاسك ده الاول يتنفذ على كل الاجهزه دي، بعد ما يتنفذ عليهم كلهم يبقى تمام افكر في التاسك اللي بعده، يبقى انا هختار الانسبل. الوظيفة الرئيسية بتاعت النتورك اوتوميشن ان يخلي الامور اسرع ويقلل الهيومن ميستيكس. هل انت عايز تكلم كنترولر ولا هتكلم ديفايس ديفايس؟ المهم انك انت بتكلمهم بشكل ستاندرد وامن.
الشكل ده في الغالب بيكون عن طريق الاس اس اتش او عن طريق الريست اي بي اي اللي بيستخدم الاتش تي تي بي اس، او ان بعض الفيندرز زي السيسكو في النكسس سويتشز بيستخدموا حاجه اسمها الان اكس اي بي اي، ليهم الاي بي اي الخاص بيهم. الفكره كلها ان انت ممكن يكون عندك اجهزه من فيندرز مختلفه، عندك اجهزه من اتش بي، عندك اجهزه من سيسكو، عندك اجهزه من جانيبر. ازاي الاجهزه دي تبعت الداتا بتاعتك او الداتا اللي انت هتاخدها منها، والكنترولر بتاعك اللي هو ممكن يكون الجهاز اللي عليه لينكس او الاس دي ان كنترولر، ازاي ياخدها كلها وبغض النظر عن نوعيه السويتش او الراوتر اللي هيريتيرن الداتا دي، يبين لك الداتا كلها بنفس الفورمات. هنا بنحتاج حاجه اسمها داتا سيرياليزيشن، او بنحتاج ان الكود بتاعنا يرجع لنا من الديفايسز بشكل ريدابل. لو خدت الكوماند بتاع شو فيرجن مثلا في السويتشات بتاعت سيسكو، في الحقيقه الكوماند بتاع شو فيرجن في السويتشات بتاعت سيسكو مع اختلاف الموديل نمبرز والاوبريتنج سيستم ممكن تلاقي ان الخارج بتاعه مش ستاندرد، يعني مش زي بعض. طب انت ازاي هتجيت الانفورميشن بتاعت الفيرجن بتاع الاوبريتنج سيستم، بتاع الميموري السايز بتاعها قد ايه، هو بقاله قد ايه شغال، ما هي السطور بتختلف. الاوتبوت هو نفس المضمون بس شكله بيختلف لان لما بعت لي اسكي داتا. في الحقيقه انا عايز بغض النظر عن الفيرجن بتاع الاوبريتنج سيستم ترجع لي الداتا دي بشكل ستراكشرد داتا. هنا بيبقى عندنا حاجات لازم نتعلمها في سكتنا واحنا ماشيين في نتورك اوتوميشن، زي الجصن، زي الاكس ام ال. في الحقيقه دول الداتا بتتحول ل variables شكل ستاندرد، بيقدر اي جهاز بيقدر انه يصيغ الداتا بتاعته بالجصن او بالاكس ام ال يبعت لك الداتا بشكل ستاندرد. البرنامج بتاعك اللي هيستقبلها او الابلكيشن بتاعك اللي هيستقبلها او الكنترولر بتاعك اللي هيستقبلها هيفهمها. ليه؟ لانها مبعوته له بشكل ستاندرد بغض النظر عن شكل الاسكي داتا ايه، الكوماند بتاع الشو فيرجن بيطلع لي ايه. لا، انا كده كده بستلم مجموعه من الفاريبلز بشكل ستاندرد معين، فانا ما بيفرقش معايا الاسكي داتا دي شكلها عامل ازاي. ببدا ان انا اخد الداتا اللي جايه لي من سويتش الاتش بي، اللي جايه لي من سويتش سيسكو، اللي جايه لي من سويتش جانيبر، وتبقى مصاغه بنفس الطريقه. فبالتالي انا بقدر ان اعمل لك ريبورت يعمل لك مونيتورنج للديفايس ايا كان نوعه، لان في الاخر كل الداتا باشكالها الغريبه ما وصلتنيش كاسكي داتا، وصلتني بستراكشر معين انا فاهم الاستراكشر. في سكتنا عشان نتعلم النتورك اوتوميشن لازم الاول نكون عندنا درايه عن اللينكس، وليكن administration 1، ازاي انك تبقى جود يوزر للينكس، تعرف تأدت في الفايل، تفتح الفايل، تخزن الفايل فين، تبراوز الاوبريتنج سيستم بتاعك، حاجات بسيطه مش لازم تكون لينكس administrator. تقدر تمانج الاس اس اتش، ده شيء مهم. تانستول ابلكيشن زي البايثون زي الانسبل، دي ما فيهاش مشاكل برضو. لازم من ضمن خططك انك تبدا تتعلم البايثون، هتتنقل من البايثون وهيبقى عندك نولج كبيره جدا، وتتعلم في البايثون لايبراري بتاعت الباراميكو والنت ميكو، دول من اللايبراريز المهمه جدا في الكوميونيكيشن مع نتورك ديفايسز. هتتنقل بعد كده لانك تشوف الانسبل وتتعلم ازاي الانسبل بيشتغل. وذن البايثون وذن الانسبل انت هتقول يا ربي هو لو انا عايز اعرف اسم السويتش ده ايه او اسم الراوتر ده ايه، ويجي لي بشكل واضح كده، ما اقعدش اعمل بروسس كتير عشان استخلص الاسم. ازاي ده بيحصل؟ هتلاقي نفسك من ضمن قراءاتك وصلت لان في حاجه اسمها الجوسون تقدر تعمل لك ده، او حاجه اسمها الاكس ام ال تقدر تعمل لك ده. خلينا نرتب خطواتنا، خلينا نبقى جود يوزرز للينكس، وما بقولش جود ادمنز، جود يوزرز للينكس. خلينا بعد كده نفكر في بروجرامنج لانجوج بسيطه جدا البايثون، ونتعلم اساسياتها، ونتعلم النت ميكو، ونتعلم الباراميكو. خلينا بعد كده نبدا ان احنا نشوف ازاي نصيغ الاوامر بتاعتنا على شكل تاسكس عن طريق الانسبل،
وذن البايثون وذن الانسر اكيد اكيد هتتعرض لحاجه اسمها الجسر. في الحقيقه علشان تنفذ ده على نتورك ديفايسز مختلفه وتفهم الفرق وتفهم يعني ايه كمان اي بي ايز، في الحقيقه انا برجح انك تتعامل مع الليجاسي اي او اس، تتعامل مع الاي او اس اكس اي، تتعامل مع الان اكس او اس، وتتعامل مع الاي او اس اكس ار. في الحقيقه دي كلها حاجات خاصه بسيسكو تقدر انك تنزلها على الجي ان اس 3 وتتعامل معاها. خليني اقول لك انك الجهاز بتاعك بس محتاج ان الرامات بتاعته ما تقلش عن 16 جيجا في رحلتك وانت بتذاكر الحاجات دي. كمان ممكن ان انت تستعين بالموقع بتاع سيسكو developer.cisco.com. ده كان انترو بسيط عن يعني ايه كلمه نتورك اوتوميشن. ارجو ان يكون ربنا وفقني في توضيح بعض النقط. نقطة بس كمان عشان نكلم الديفايس بتاعتنا بشكل سكيور بشكل ستاندرد، عندك طريقتين مشهورين جدا الـ SSH والـ REST API، وفي حاجات كاستم بيعملها الفندرز زي الـ NX API الخاص بالـ Nexus Operating System الخاص بسويتشز الخاصة بالديتا سنتر بتاعت سيسكو. كان معاكم المهندس محمد عزت في حوار بسيط عن الـ Network Automation.